انتهينا بحمد الله تعالى إلى أن الطائفة التي تقول أن قبول الأعمال مشروط بولاية أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، فالمراد منها هو الثواب الإلهي والوعد الإلهي، وأن الطائفة التي تكلمت عن أن منكر الولاية يكب على منخريه في نار جهنم، فالمراد منها هي الطبقة الأولى وهم النواصب الذين نصبوا العداء لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وبالخصوص للإمام أمير المؤمنين باعتبار أن ذلك كاشف عن النفاق. يا علي، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. والمنافق كما تعلمون هو في الدرك الأسفل من النار. وأن الطائفة التي قالت أن الإنسان المسلم يدخل إلى الجنة بشرط عدم البغض، فإنه إشارة إلى الطبقة الثالثة والرابعة التي قلنا بأنه تدخل الجنة بحسب الفضل الإلهي لا بحسب الوعد الإلهي. هذا هو مقتضى الجمع بين الطوائف التي وردت في المقام. ولعل في كلمات العلامة المجلسي قدس الله نفسه إشارة إلى هذه المطالب، قال في بحار الأنوار، طبعا هو لم يعرض المسألة كما عرضنا، ولكن النتائج التي انتهى إليها تقريبا تنطبق مع النتائج التي أشرنا إليها. يقول: اعلم، في المجلد الثامن صفحة 363، باب من يخلد في النار ومن يخرج منها، في ذيل الحديث 41، يقول: تذييل. اعلم أن الذي يقتضيه الجمع بين الآيات والأخبار أن الكافر المنكر لضروري من ضروريات دين الإسلام. بعد ذلك يتضح مراد من المنكر، يعني غير القاصر، يعني المقصر المعاند، بقرينة قوله: لا يخفف عنه العذاب إلا المستضعف الناقص في عقله، وهو المستضعف الفكري أو الذي لم يتم عليه الحجة، الذي قلنا فيما سبق بأنه لا يوجد عنده استضعاف فكري ولكنه لم تقم عنده الحجة، ولم يقصر في الفحص والنظر، يعني إذا احتمل أن الحق في الإسلام ولم يفحص فإنه يكون مقصرا. هذه نفس القواعد التي أشرنا إليها فيما سبق. وبهذا هذه الطبقة، طبقة المستضعفين فكريا أو الذين لم تتم عليهم الحجة أو الذين فحصوا ولم يصلوا إلى الحقيقة، ما هو حالهم؟ قال: فإنه يحتمل أن يكون من المرجون لأمر الله كما سيأتي تحقيقه في كتاب الإيمان والكفر. واضح أن المجلس يرى بأن هذه القواعد التي أشرنا إليها لا تختص بالمسلمين بل تجري في غير المسلمين أيضا، وهذه قضية مهمة جدا، أنه ما هو حال غير المسلمين بالنسبة إلى اعتقادهم بالإسلام وعدم اعتقادهم به. وأما غير الشيعة الإمامية من المخالفين وسائر فرق الشيعة ممن لم ينكر شيئا من ضروريات دين الإسلام، فهم فرقتان: إحداهما المتعصبون المعاندون منهم ممن قد تمت عليهم الحجة
فهم في النار خالدون. وهذه طبيعية جدا كما أشرنا إلى الأبحاث فيما سبق مع البحث في مسألة الخلود. الآن لسنا ببحث الخلود وإنما في بحث الدخول في النار. والأخرى المستضعفون منهم وهم، التفتوا إلى الأقسام، وهم الضعفاء في العقول مثل النساء العاجزات والبله وأمثالهم، هذا القسم الأول. ومن لم يتم عليه الحجة، هذا القسم ماذا؟ الثاني. ممن يموت أو كان في موضع لم يأتي إليه أصلا خبر الحجة. واضح هذه بعد نفس المصاديق التي أشرنا إليها تفصيلا في الأبحاث السابقة. إذن ثلاث طبقات أو ثلاث فئات. الفئة الأولى الضعيف فكريا وعقائديا وعقليا، لا يستطيع أن يميز بين الحق والباطل. الفئة الثانية الذين لم يأتي إليهم أم لم تتم عندهم الحجة. يعني شو لم تتم؟ يعني ذهبوا بحثوا ولكن لم تتم عندهم الحجة على حقانية هذه الحقيقة، وإلا لم يقصروا، ذهبوا وبحثوا. وأنتم لا تتوقعون أن بحث كل واحد لابد أن يكون 30 عام، بحث كل إنسان بحسب ذلك الإنسان. حتى في التوحيد، في التوحيد عندما نقول أن التوحيد لابد أن يكون عن اجتهاد لا عن تقليد، ما معنى أن يكون عن اجتهاد؟ يعني يجلس في الحوزة يقرأ أسفار مولانا 20 سنة قم، وهذا المقصود. مقصود البعرة تدل على ماذا؟ تدل على البعير، هذا القدر كافي، أو بتعبير البعض عليكم بدين العجائز ونحو ذلك. كل بحسبه، واقعا العجائز عليكم بدين العجائز. ولكن مع الأسف الشديد للفرار أن البعض يحاول أن يخلص، يقول أفضل شيء علينا بدين ماذا؟ بدين العجائز. لا، يغفر للعالم 70 ذنب ولا يغفر يغفر للجاهل 70 ذنب ولا يغفر للعالم ذنب واحد. العجائز ذاك دينهم. أما أنت بلي عيش عيشة العجائز، مو تأخذ امتيازات العلماء وتعيش عيش دين ماذا؟ دين العجائز. هذا لا ينسجم. ينبغي عليك أن تكون إما العجائز مطلقة وإما العلماء ماذا؟ مطلقة. أما في الامتيازات علماء وفي المسؤوليات عجائز، هذا بعد لا ينسجم واحدة مع الأخرى. على أي الأحوال قال ومن لم يتم عليه الحجة، يعني بحث نظر ذهب. إخوان الأعزاء لا تستغربون من هذا الأمر. أنتم أيضا كذلك الآن بينك وبين الله، قيل لك أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام هم وسائط الفيض بين الله وبين عالم الإمكان، من الملائكة، من الأولين، من الآخرين، من السماوات، من الجنة، من النار، من النشآت. تقول لي والله هذا هو ثقيل علي، أروح أبحث أنا. وبحثت شهر شهرين ثلاث، انتهيت إلى أن الأئمة لم يثبت لهم ماذا؟ هذا المقام. وافترض أنه كان هذا الثابت في الواقع، تحاسب يوم القيامة أو لا تحاسب يوم القيامة؟ لا، لا تحاسب يوم القيامة. نعم، إذا احتملت الحقانية وتركت تكون ماذا؟ تكون مقصر، عند ذلك قد تكون مؤاخذا. هذه قضية عامة مرتبطة بالمخالف أو غير المخالف. على أي الأحوال قال ومن لم يتم عليه الحجة أو كان، يعني ومن لم تصل إليه الحجة. فرق بين من لم تتم، العلامة المجزي يفرق كاملا بين من لم تتم عليه الحجة وبين ماذا؟ بين من لم تصل إليه الحجة. أو كان في موضع لم يأتي إليه خبر الحجة، هؤلاء ما هو حكمهم؟ فهم المرجون لأمر الله، إما يعذبهم، إشارة إلى الآية المباركة في سورة التوبة، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم بعد فيرجى لهم النجاة من النار. خب، قضية متساوية. لماذا تقول رجاء النجاة؟ تقول باعتبار أن رحمته ماذا؟ سبقت غضبه. هذه خلاصة ما تقدم بحمد الله تعالى في 3-4 أيام الماضية.